قبل أن نبدي، هناك مجموعة من المفاهيم لازم نعرفها. سابقا ما كان عندكم هذا البعد بي؟ هذا البعد بي ما كان موجود عندكم، لأن أنتم تحسون بير بيتش. أهم شيء عندنا كان البعد بين تو ريفتس، وأنا كل شيء أقيس على أساسه. فبي يمثل العرض، هذه المنطقة اللي أنا أريد أربطها بالريفت. التي هو الثيكنس المن للبليت لو للستراب، للبليت اللي أريد أوصلهم بالبات أو باللاب جوينت. الدي ديامتر of the rivet hole، هذا جدا مهم، راح تجينا الآن بالمسائل بالحلول. يصير دايمنشن أو الديامتر للريفت وديامتر للهول. كل الحسابات اللي راح تجيني راح تكون بدلالة الدي الديامتر، لكن الديامتر المن للريفت لو للهول، كل الأبعاد اللي راح تجي تقاس بالنسبة للديامتر مالت الهول مو مالت الريفت. بداية التصميم دائما للجوينت هذا اللي أو الريفت جوينت، أول ما نبدأ نحسب هاي يسموها on one فورمولا، اللي هي تبدأ تحسب إن الديامتر المن للهول، للفتحة، للثقب اللي تثبت به الريفت. فالقانون الديامتر يساوي لي 6 جذرتي. التي ثيكنس للبليت اللي أنا اللي ضربتها، وهذه دائما معطات بالسؤال مو شغلك تحسبها، أنت تطبقها بالقانون قانون N1 حتى تحسب لنا الديامتر للهول. جدا مهم هذا الفيجر أو التيبل عفو 9-7، جدا مهم. الفتحات أو التجاويف والثقوب للريفت هي لها فد ستاندرد عالمي. يعني شو نشوفها؟ الديامتر طبعا التيبل 9-7 شو يوضح لي؟ بناء على قياس الديامتر مالت الهول انا اقدر احدد الديامتر مالت الريفت. ولاحظ الحد ال 24 الحد اللي جاي الفرق بيناتهم 1.5 ملم، بعد ال 24 يصير الفرق بيناتهم 2 ملم. يعني دائما الريفت اصغر من الهول ب 1.5 ملم، الحد ال 24 ملم، لكن بعد ال 24 ملم الفرق بيناتهم 2 ملم يكون. هذا الجدول جدا مهم، لان جميع حساباتنا بعد ما احسب الديامتر للهول لازم اجي اطبقه بهذا الجدول، اشوف هذه القيمه هي ضمن المعايير الثابته لو بيناتهم. هذا ستاندرد، اذا خارج الستاندرد انا اقربه الاكبر، الاكبر قيمه مجاوره. بمعنى لو كان الدي ظهر عندي مقداره 21 على سبيل المثال، اشوف القيمه اللي موجودة عندي بالجدول هو 21 و 23، أو يعني إذا طلع 21 يكون محصور بين 19.5 و 21.5، يقرب لل 21.5. دائما الدي يجب أن تقارن بالجدول رقم 9-7 ونختار القيمة الأكبر القريبة للقيمة اللي حسبتها أنا. بعد ذلك يعني أول مهمة تصميمية أن نحدد الديامتر المن للريفت وللثقوب اللي موجودة بالجوينت اللي هي هسه هذه خطوة رقم 1، وقلنا نجيبها من on one فورمولا اللي هي دي يساوي 6 جذر تي. وبعد ذلك أقرب قيمة الدي من الجدول 9-7. النقطة الثانية أحدد عدد الريفت اللي أحتاجها أنا بهذا الجوينت. شلون أحدد عدد الريفت؟ عدد الريفت هذا القانون مالته، الان يساوي البي تي اللي هو التنشن يعني او التير، على اقل قيمه للشير او الكراش. احسب الشير والكراش والبي تي التنشن او التير. ايش اسوي؟ شلون اقدر اعرف عدد الان او عدد الربط؟ اقسم البي للتنشن على اقل قيمه من دول الاثنين الكراش او الشير، منو اقل قيمه بيهم استخدمها بالمقام. شلون اجي احسب هذه؟ طبعا هسه اللي يجي يقول انا ابتداء انا ما اعرف وش قد عددهم، شلون راح احسب؟ يعني احنا بعدنا ما نعرف ايش قد العدد مال البراغي او الريفت، شلون راح احسب البي للكراش والبي للشير والبي للتنشن؟ دائما ناخذ الجوينت كانه بها ريفت واحد،
انتبهوا علي دائما أجيبها للجوين، أفكر بأنه بيها رفت واحد فقط، يعني أفكر بهذا السكشن. فبالتالي إيش راح تصير؟ أفكر بالجوينت هذا شكلها. هذه المسافة هي بي، وهذا دي، وهذا تي. هذه المنطقة السليمة اللي راح يصير بها التنشن، وهنا راح يصير عندي شير إذا تتذكرون للبراغي بهاي المنطقة، بهذا القوس هنا الشير راح يصير عندي. أما المنطقة اللي يصير بها الكراش فهي هذه المنطقة. فشون نقدر نحسب عدد البراغي؟ نحسبها كالتالي. الآن عدد البراغي شو يساوي؟ يساوي الـ PT على المينيمم فاليو المن للـ P شير أو الـ P كراش. أحسب دول الثلاث قيم، منو أقل قيمة هي اللي تكون عندي بالمقام، ودائما الـ PT بالبسط. الـ PT هسه شو يساوي لي هنا؟ المنطقة اللي راح تعرض للتنشن تساوي لي حسبها سابقا. ابتداء هذا العرض كله اسمه بي، ينطرح من عنده الدياميتر مات البرغي، لان هذا ما موجود، ما يتعرض للتنشن تجويف. هذا هسه صار عندي هذه المنطقة اللي تعرض للتنشن الطول، ينضرب في التي في التكنس حتى تحولها الى اريا، ومن ثم تنضرب بالبيرميسبل تنسال ستريس على البي للشير. ايش قد مقدارها؟ باي على 4 دي تربيع في التاو. وهذه المنطقه اذا كان عندي دبل شير المفروض تنضرب، شلنا سابقا نضربها في 1.875. هنا يقولون للتقريب، لأنه يصير عندي دائما أخطاء، تنضرب في 1.75 هاي إذا كان دبل شير. وإذا كان لا يعني خلينا نقول لاب جوينت، هذا ترفع، والبي اللي كراش ساوي لي الدي في التي في سيجما كراش. لهذه القوانين هي موجودة أمامكم، فحتى أقدر أحسب عدد الربط المطلوبة لهذه الجوينت لازم أروح أحسب القوة الثلاثة، البي للتنشن أو للتير، وبي للشير، وبي للكراش. لكن أحسبها على أساس أنه أنا عندي بالوصلة برغي واحد فقط، رفت واحد، أحسبهم وأجي أقسم البي تنشن على أقل قيمة من الاثنين المتبقية اللي هي الكراش والشير، منه أقل قيمة راح يكون عندي العدد النهائي المن الرفت اللي أنا المفروض أصمم الوصلة على أساسها. بقى أن نعرف أنه لو كان عندي الآن مو عدد صحيح، مثلا الآن يطلع 2.5 2.1 ثلاثة وربع وهكذا، دائما يقرب للرقم الأكبر، يعني 2.5 يصير 3، 2.9 يصير 3، 3.1 يصير 4 وهكذا. هسه أول ما عرفنا الديامتر للريفت هول والريفت ديامتر. طبعا الشيء الثاني عدد الريفتس بالجوينت بناء على أونون فورمولا. الثالث عدد البراغي الموجودة بكل رو. هاي شلون أقدر أحددها؟ يعني أنا هسه عرفت المفروض أنا توفر عندي 5 براغي على سبيل المثال، أنا عرفت المفروض توفر عندي 5 براغي، شلون أبدأ أقسمهم بالجوينت الوحدة؟ يعني هسه أنا أفكر هي هذه موجودة الآن هنا أمامي، وكان عندي المتوفر اللي قدرت أحسبه من الحسابات عندي 5 براغي،
طبعا هسه هذه بات جوينت، هذه لو كان عندي 5 براغي، الان هسه لو كان عندي 6 هذا تصنيفه مش بهالشكل، هذا اخلي برغي واحد بالبدايه بالطرف هذا يسموه الاوتر، بعدين اخلي وراه 2، بعدين اخلي 3، هاي كملت 6 براغي. لو كان 5 شنو اللي اسوي؟ نقدر عده خيارات انت تحددها، يعني وحده من عندهم تقول اخلي 1 ب2 ب2، واحد يقول انا ممكن اخلي 1 ب4، وهكذا. يعني الامر ايضا متروك لك، هو يفضل احنا نمشي على هالتسلسل هذا هيجي، نبدي ب1 بعدين ازيدها اخلي 2 بعدين ازيدها بالمتبقي من الرقم، يعني لو كان 5 همين اخلي 2 وهكذا. عرفنا شلون اقدر احدد الدياميتر، وبعدين شلون اقدر احدد عدد الريفتس بالجوينت بالوصل واحده، وبعدين شلون اوزعهم، يعني يكون هي عباره عن تشين زيجزاج العدد مالتهم. بعد ذلك ابدا شلون اقدر اختار الثيكنس، احنا مو قلنا هو المفروض انا اذا كان عندي مثلا بالبط جوينت يصير دبل كفر سنجل كفر او سنجل ستراب دبل ستراب، شلون هذول هذه الكفر اللي يصير على الوصله هذول، هذه الجزء الاعلى والجزء الاسفل، هذا جد يكون الثيكنس مالته تي جد، هذا يعطينا اياه. طبعا هو هذه المنطقه البليت اللي انا اريد اوصلها هي معطى بالسؤال، لكن الكفر اللي اخليه اضرب فوق الريفت جد قيمته الثيكنس اليه، هذا القيمة إليه. طبعا أنا عندي إذا كان single cover أو double cover، إذا كان single cover دائما اختارها 1.25 من thickness البليت اللي أوصلها، يعني منطيني البليت اللي أريد أوصلها 1 سنتيمتر thickness مالتها، المفروض الكفر جد يصير إذا كفر من جهة واحدة يصير 1.25 سنتيمتر، وإذا الكفر من الجهتين يصير 0.75 من سنتيمتر. بعد ذلك شو نحدد الافشنسي للجوينت، حدد الافشنسي كالتالي. ابتداء احسب بناء على التقسيمات اللي سويناها، هسه بالفرض انا كان عندي بالمساله هذا التقسيم اللي طلع عندي، يعني توزيع الريفت صار عندي بالمساله بعد ما حليت حسبت الدياميتر والان، كان التوزيع هالصيغه هذه. شلون اقدر احسب الكفاءه؟ الكفاءه تختلف، يعني انا هسه لو مسويها دولي بس 3، يعني 3 ب3 بسويها، وهذا اللي غيته على سبيل المثال، انا طلعوا عندي 6 وزعتهم بهالطريقه هذه، الكفاءه تختلف لو كان التوزيع بشكل اخر، يعني الكفاءه تعتمد على توزيع الربط بمنطقه التوصيل. شلون ابدا احسب الكفاءه؟ نقيس اللود بالسكشن الاول 1 1، هنا اقدر اقيس اللود بي قد بي 1 نسميه، وبعدين اقيس اللود بالسكشن الثاني بي 2، واقيس اللود بالسكشن الثالث، هاي لانه انا بالمساله منصمم طلع دي 3 رو 3 روز 3 صفوف انا صار عندي بالمساله، فاحسب اللود الموجود على كل سكشن، وبعد ذلك اجي احسب البي شير واحسب البي كراش واحسب البي ان ريفيتد. اشوف منو اقل قيمه بهذولي بي 1 بي 2 بي 3، لو كان عندي صف رابع وخامس وسادس كلها احسبها، اشوف منو اقل قيمه بالبي شير والبي كراش والبي 1 2 3، اقسمها على البي ان ريفيتد، البي مينيمم
على البي ان ريفيتد هي هذه تساوي للإفشنسي. طريقة الحساب شلون تصير؟ طبعا بالجزء الأول من أحسب البي تي، هنا أحسب البي تي واحد، ألاحظ أنه أنا عندي هذا العرض كله اسمه بي ينطرح من عنده الدياميتر هذا اللي موجود هنا، فصير بي تي واحد ساوي للبي ناقصا الدي، حتى طلع هذا هذه المنطقة السليمة أضربها في التي في الثيكنس، حصلت على هذه المنطقة اللي راح تعرض إلى تنشن، أضربها في السيجما تي، هاي بي تي واحد. إذا أجي على المنطقة الثانية شو تصير بالسكشن الثاني؟ هسا بي تي اثنين شلون تصير؟ صار 2 دي. زين، يعني تساوي لي البي ناقصا 2 دي في التي في سيجما تي، لازم يضاف عليها شنو؟ يضاف عليها شير مع البرغي واحد. ليش؟ الفشل بهذه الجوينتات تدرون بابا شلون يصير؟ يعني هذه المنطقة من تنكسر، من يصير هنا عندي قطع ربتشر، هنا يصير عندي قطع، لازم هذا أول برغي ينقص. هذه آلية الفشل بالريفت جوينت، يعني أنا هذه المنطقة ما تنقص إلى ما يفشل هذا البرغي ينقص. ومن أنتقل على الجزء الثالث، انتبهوا عليه هاي جدا مهمة، من أنتقل الآن أيد حلل القوة اللي موجودة بهذا الجزء، الجزء الثالث، يعني أقول هو شقد هنا متبقي، راح تصير عندي البي تي، البي تي 3 تساوي لي البي ناقصا 3 دي، هنا عندي برغي برغين 3 زائد كم برغي قبلها لازم يتكسر يلا يصير بها ربتشر 3 واحد اثنين ثلاثة زائد شنو 3P شير. واضح الفشل من يصير بأي مقطع، يعني لو أتوقع أن هنا راح يصير عندي القص، يصير يعني هذا هنا يصير عندي فراكشر أو رابتشر، يصير عندي بالبليتة تيرينج تنقص البليتة، لازم هاي البراغي اللي قبلها كلها تخلعت. يلا دكتور، هو ما يصير انه يبدي من يعني الصف الثالث الفراكشر؟ لا لا، آلية الفشل هذه بابا الفورميليشن، شلون هسه قلنا هنا اون ون ثيوري، انا من ذكرتها قلت لكم هذا اون ون ثيوري، هذه بابا انبنت التصميم انبنى شلون لويس فورمولا من بالمسننات، قلنا الفشل يصير لما سن واحد يشيل كل الحمل ويكون منطقة التحميل بالتب وكل القوة نفرضها أفقية مو مائلة، أكو فرضيات للسوليوشن، هذه الفرضيات ما جاية من فراغ وإنما جاية من تجارب، وجدوا أنه الفراكشر دعم من يصير شون يصير، مثلا لو كان حدث بهذا السكشن هسه إحنا الفراكشر ما نضمن أنه دعم هنا يصير، قد يكون يصير هنا قد يكون يصير هنا حسب المنطقة الأضعف طبعا، لكن شنو اللي وجدناه أيضا انه الفشل ما يصير بسكشن اذا ما تتفلش البراغي بالسكشن اللي قبله، يعني مثلا لو هنا اذا يصير الفشل هذا المقطع هنا يصير عندي كسر قبلها يطق هذا البرغي وبعدين تنقص البليته، يعني آلية الفشل هذه. لذلك من نبدا نحسب القوه اللي موجوده من يصير هنا فراكشر لازم احسب القوه اللي تتغلب على هذا المعدن زائد القوه اللي قصت هاي البراغي الثلاثه اللي قبلها. فهمتوني؟ تمام دكتور. اي بابا اللي بباله فالسؤال خليه يساله، يعني جدا مهم هذا الفرض والتصور الحل، يعني عمليا انه هذه الوصله الان من نسحبها هو مهما يعني قد يكون هنا صار الفراكشر قد يكون هنا هنا، لكن وين ما يصير اذا قبل اكو براغي البراغي تنقص يلا يحدث به الكسر، يلا تنقص البليته، البراغي اللي قبل المقطع اللي يفشل الطق قبله تنقص يلا بعدين يصير بيه الرابتشر أو التيرينج أو تنشق البليتة. أنا الآن دا أحكي على الإفشنسي للجوينت، قلنا شو أسوي أحسب بي تي 1
ايش يساوي البي ناقصا الدي في الثيكنس في السترس. البي تي 2 يساوي البي ناقصا 2 دي. طبعا هاي 2 دي 3 دي 4 دي بناء على تصورك، مو انت انت اللي حسبت الان. انت قلت انا الان طلعت عندي 6، الستة يجي واحد يقول أنا وزعها برغيين برغيين برغيين، فهمتوني؟ فلازم أنت تجي تحسب أنا هسألنا لين توزعت واحد باثنين بثلاثة، فأول سكشن ينطرح من عنده دي واحد لأن أنا مخلي برغي واحد بهذا السكشن، ثاني سكشن ينطرح باثنين براغي لأن أنا مخلي اثنين. طبعا هنا زائدا في شيء راح تصير، لأنه من يصير عند هنا فشل المفروض هذا اللغة انقص. من أجي على بي تي ثري ساوي البي ناقصا ثلاثة دي زائدا شنو؟ يعني أنا الآن هنا هسد أفكر بالقطع اللي يصير عندي، كم برغي عندي قبلها؟ ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة زائدا ثري بي شير، واضحة؟ وهكذا. طبعا لو عندي ست صفوف سبع صفوف أبدأ أحسب أنا شلون مقسمهن. زين هسا هذا فيما يخص البي تير وان وتو وثري. إذا نجي وراها شلون أقدر أحسب البي شير؟ إحنا مو قلنا نحسب بي تي 1 وبي تي 2 وبي تي 3، يعني هذا التنشن اللي موجود بكل سكشن، وأحسب البي شير التوتال والبي كراش التوتال. البي شير شو أسوي؟ أقول هو باي على 4 دي تربيع هاي الأريا، تنضرب في التاو الأريا في الستريس تنطيني القوة، وأفكر هي دبل شير لو سنجل شير. هسا هاي البروبلم مالتنا دبل شير، لان اكو فوق كفر عندي وجوه كفر عندي، فهاي المناطق منها تقوم تنقص دبل شير احنا نسميه. فهذا ينضرب في في 1.75. بعد ذلك انا كم برغي طلع عندي العدد مال البراغي اللي انا حسبته شقد طلع عندي الان بهاي المساله؟ هذا مثال يعني على سبيل المثال، طلع عندي 5 1 2 3 عفوا 6، فانضربها في 6، هذا البي شير توتال. زين البي كراش اتفقنا الاريا مالت الكراش هي الباي العفو الدي في شنو؟ في الثيكنس، اضربها في السيجما كراش، وعدد البراغي 6 اضربها في 6. حصلت الان على البي شير توتال والبي كراش توتال والبي تير بكل جزء. بعد ذلك اروح احسب البي تير مال انرفت اللي شو يساوي لي البي في التي في سيجما تي، هاي البي انرفت. اشوف من ذول اللي حسبتهم كلهم ذولي منو اقل قيمه، الاول الثاني الثالث الشير الكراش، اقسمها على هذا البي انرفتد، تكون الافشنسي تساوي المينيمم يعني اقل قيمه من ذولا. على البي انرفتد واضحه شلون قدرت احسب الافشنسي؟ واضحه دكتور تمام. زين ايضا من احنا قلنا الان لازم اعرف الثكنس هنا قد مقداره وايش قد هنا، قلت لكم الثكنس اذا كان دبل ستراب دبل كفر يعني فوق ولي جوا يصير 0.75 من الثكنس مالت هاي البليته، واذا كان لا من جهه واحده يصير الثكنس 1.25. بقت عندي شنو؟ البيتش، بمعنى انا صح هسه حسبتهم قلت انا عندي المفروض 6 براغي، انا بالحساب طلع عندي المفروض 6 براغي، بس دول الست براغي اول شيء شلون انا راح اقسمهم؟ افترضت هسه يجي واحد يفترض يقول انا تسويها 3 صفوف ووزعها كالتالي 1 2 3، هيك هاي افتراض يعني احد الطلبه هيك افتراض. فشنو المطلوب من عندك؟ المطلوب من عندك من وزعتهم بهالطريقه تبلغ تقول ايش قد المسافه هذا البيتش بين برغي وبرغي، هاي طريقه لازم تحسبها، وايش قد المسافه بين رو ورو، وايش قد المارجن من اللي جاي من هذا السنتر للطرف. واضح يعني هاي انت وظيفتك تحددها. المارجن دائما هو 1.5 في الديامتر، لكن جدا مهم نعرف هذا الديامتر بالنسبة لمن، مالت الهول أو مالت الريفت؟ مالت الهول. أي بالضبط اللي أنا يعني منها حسبتها
قلت لكم كل الدايمنشن اللي انا احسبها احسبها بدلاله الديامتر مالت الهول. زين بعد ذلك هذا البي شلون اقدر احسبه؟ هذا البي يساوي 3 دي زائدا 5 ملم. البيتش يساوي 3 في الدياميتر مالت الهول اللي انا حسبتها زائد 5 ملم. المسافه بين رو ورو هذا دائما يساوي من 2.5 ديامتر الى 3 ديامتر، وايضا مالت الهول هذه وين موجوده عندكم؟ موجوده هنا عندكم. طبعا هي موضح الخطوات، هذا البيتش اوف ريفيت هنا موجوده عندكم بهذا الجدول 9-8. هاي احسبها بهالطريقه. انا عندي جدول يقول لك انت مهما ايش طلع عندك الدياميتر مالت الريفيت او مالت الهول ايش قد طلع عندك، تدخله بهالمعادله هذه تحصل هذه. فاحنا ماكو داعي، انت عندك المعادله جاهزه، 3 في الدياميتر للهول تضيف عليها 5 ملم، وبالتالي تقدر تعرف لنا ايش قد البيتش بين البراغي. ايش بقى لنا؟ المارجن احنا اخذناه في بدايه المساله، يعني دائما المارجن هو 1.5 في الديامتر للهول، وايضا عندي الرو يعني الديستنس بتوين رو هي من 2.5 الى 3 بقد الديامتر مالت الهول. هذا يسموه تصميم. يعني الان من تحل شوف الحل شلون يصير، انت مو هسه حسبتها. شوف اول شيء ترسم الوصله، فشوف الان من وصلت من رسمتها انت هنا كان الخيار انه الان مثلا شوف هسه هذا مثال، مثال هذا بعد ما انحل هيش طلع، لكن انا ايش اريد اوضح لكم؟ هنا حسبنا الان صار 5 وعدد الروج يدي يساوي 3. انت افترضت انه تخليها 1-2-3 ثلاث صفوف تريد تسويها. البيتش هنا ايش قد طلع عندنا؟ 70 ملم. والمسافه بين الرو الرو ديستانس او البي رو البي ار تساوي 55. الهامش ايش قد طلع عندنا؟ المارجن الام مارجن 9.5. هذا المارجن، لا هذا المارجن، هذا المسافه من السنتر مالته لحد الطرف مالته البليته، هاي تساوي 35 ملم. طلع عندي الثيكنس للكفرج صار 9.4. يعني هذا الان تصميم. واحد يقول انا هل قد طلع عند الدياميتر؟ هل قد عند الثيكنس؟ عدد البراغي الريفت المفروض اللي اثبته حتى احافظ على الوصله بدون فشل 5؟ المفروض قسمها 3 صفوف، ومن قسمها 3 صفوف يصير عند البيتش بين برغي وبرغي 70، والبيتش بين الرو يساوي لي 55، وطلع عندي المارجن مقداره 35، وهكذا. هاي تعتبر الان تصميم لريفت جوينت. واضحه لو ما واضحه؟ هسه راح نجي على المثال بحد ذاته، هذا اللي نحله اللي انطيتكم الان بيانات مالته. المثال شنو المطلوب من عندنا؟ يقول two lengths of mild steel tie rod having a width of، يعني الان شنطان الوث، الوث يعني هو البي 200 ملم، وانطانا الثيكنس جد مقدار 12.5. هاي البي يساوي 200، الثيكنس 12.5 ملم. هذا التي، وانا بناء على التي قبل اقدر احسب الديامتر مالت الهول. ايش ده يقول؟ are to be connected by means of a butt joint، يريد نوصله بواسطه هذا البط جوينت دبل كفر بليتس، وبعد ايضا غطيه من الجهتين، دبل كفر مو من كفر مو من جهه واحده. هاي الدبل كفر وين يخليك تحسب لنا التي مالت الكفر؟ اذا من جهه واحده تروح تحسب 1.25 من الثيكنس مالت البليته، واذا من جهتين دبل كفر مثل ما موجود بالمساله يصير التي للكفر 1.75 من الثيكنس مالت البليت. If the permissible stresses are 80 للتنشن و65 للشير و160 للكراش، make a sketch of the joint، يقول بعد ما تصمم ارسم للجوينت وثبت عليها الأبعاد.
احنا هسه بدنا نجي بابا، هي الخطوات متسلسله يعني، حتى ماكو داعي نغير تسلسلها. اول ما نبدا نحسب الديامتر، هذه اللي هي اون وين فورمولا، هذه دائما نقول الدي يساوي 6 تحت الجذر تي. الثكنس انطاه 12.5 ملم. النتيجه ايش راح تنطيني؟ تنطيني الثكنس مقداره 21.2. جدا مهم، ورا ما نطلع الديامتر نروح نرجع للجدول 9-7 نشوف هذا الديامتر هو ضمن الستاندر لو مو ضمن. اذا مو ضمن الستاندر اقرب للقيمه، اقرب قيمه اكبر من عنده، فهو 21.2. ارجع الجدول 9-7 شوفوا ال 21.2 هنا محصور بين ال 19 وال 21.5، اقرب لل 21.5. 21.2 يتقرب ل 21.5، ويكون ايش قد الديامتر للبرغي؟ 20 اذا كان مطلوب. يعني نقول الربت اللي اجيبه اجهزه من الاسواق 20، والفتحه الثقب 21.5. فنجي الان نغير الثكنس اللي حسبته من المثال، هو مو 21.2، اغير اسوي وتساوي تقريبا 21.5 اللي هي هاي اللي تشوفوها. الثكنس اللي اعتمده هو 21.5. بعد ذلك نحسب العدد مالت البراغي، العفو الريفتس. شلون اقدر احسبها؟ اروح افترض انه انا عندي برغي واحد بالبليت، هذا ريفت واحد موجود، فاحسب البي تي والبي شير والبي كراش. البي تي هي ثابته، البي ناقصا الدي في الثكنس مالت البليت اللي هو منطينا اياها 21 وفد او 12.5 العفو، واضربها في السيجما ايش راح تكون؟ هذه قيمتها 178 كيلو نيوتن. احسب البي شير، البي شير هو دعم المساحه باي على 4 دي تربيع، اضربها في التاو. لكن شنو اللي بقالي؟ هو سينجل شير لو دبل شير؟ هذا دبل مسألة، دبل شير لازم هنا نضرب في 1.75 اللي هي هذه، طلع عندي مقداره 41 كيلو نيوتن 0.3 طبعا. وراح احسب الكراش، هاي حتى احسب شنو الان؟ اريد احسب عدد البراغي او عدد الرفت اللي اثبتها. الاريا هو الدي في التي، اضربها في السيجما كراش، راح يدي 43 كيلو نيوتن. منو اصغر رقم بيهم ذولي؟ الان دائما هو الان اجيب البي تي، هاي لازم البي تي على اقل مقدار من الكراش والشير. انا الشير ظهر عندي 41.3 والكراش 43، اذا استخدم هذا ال 41 اخليه بالمقام، فيكون البي تي على بي شير وتساوي 4.32، 4.3 يعني ربت. احنا ما نكون 4.3 تصير يعني 5 مسامير تثبيت. الان الخطوه الثالثه شلون؟ هاي ذا ارانجمنت اوف ذا ربتس، شلون اقدر اقسمهم؟ هذا شويه راح يصير بها يعني اجتهاد من عندكم. انا ايش افضل؟ شوف الطريقه شلون نثبت دائما حتى يصير ستاندر لكم جميعا. نبدا بالاوتر، اخلي واحد، هو جد العدد الان عندي 5، بعدها اخلي 2 صار 3، المتبقي برغيا من الخمسة اخليهم ايضا 2. زين، لو كان انا عندي 6 الرقم ايضا اثبت واحد باثنين صار 3، اقدر هنا اقدر ايضا هنا اثبت 3، يصير هنا واحد بالمنتصف واحد اللي جاي. لو كان عندي 7 يصير واحد باثنين بأربعة، واضحة لو ما واضحة؟ او واحد بثلاثة بثلاثة. دائما ابدي من الاوتر واحد واستمر صعودا. طبعا قلت لكم الافشنسي جدا تختلف بناء على هذا الترتيب اللي انا افرضه. يعني الان ايش قد فرضنا احنا؟ ايش قد العدد مال الرو هنا في هذا المثال؟ فرضه 3، قال انا راح اخليها ثلاث صفوف من البراغي او المسامير التثبيت.
تبدي واحد اثنين اثنين. شنو وظيفتنا الآن؟ أحسب الثكنس للكفر، وقلنا بما أنه أنا هذا دبل كفر فتكون 0.75 من الثكنس للبليتين، فصير 0.75 في 12.5 يساوي 9.4 مليمتر سمك هذه الأغطية الكفر بليت. الآن أريد أحسب الإفشنسي للجوينت. قلنا الإفشنسي أنا راح أحسب PT1 وPT2 وPT3 اللي هنا هي موجودة بهذا المقطع الأول والثاني والثالث، وأحسب البي كراش والبي شير، أشوف منو أقل وحدة بيهم دول كلهم، أقسمها على البي أنريفيتد كأنه البليتة ما بيها براغي، أجد جد القوة اللي موجود بها ذا ما بيها براغي، وأقسم أقل قيمة على هذا المقدار. شو نصير إذا نجي على PT1؟ PT1 جد مقداره البي ناقص الدي في الثكنس في سيجما تاو، البي تي 2 البي ناقص ايش قد؟ ليش انه بهذا المقطع من اجي اريد اقصه منه اللي جاي اول شيء ببرغيين هذا ينطرحن هي هذا الطرح مالت الاثنين، وقبل بي برغي يجب ان ينقص، يلا يحدث عندي الفشل او القطع هنا في هذا السكشن. البي تي 3 شو تساوي هسه؟ الترم الاول نفسه هي بها بس برغيين، لكن من ينطرح من عنده العفو ينضرب حي زائد 3 بي شير. زين البي شير توتال جيت كم برغي؟ انا عندي 5 ودبل شير يصير 1.75 لانه دبل شير في 5 عدد البراغي في باي على 4 دي تربيع في التاو. والبي كراش ساوي عدد البراغي اللي هو 5 همين توتال طبعا هذه في الدي في التي في السيجما كراش. مفروض انا هسه احسبهم سيجما البيرميسبل تنسايل ستريس ومطينا اياه والدايمنشن انا كل شيء توفر عندي يعني ما بيها، وجدا مهم يجب ان تعرفون هذا الدي المن الان الموجود بالحسابات للريفت لو للهول للهول. اي هذا جدا مهمه يعني حسبتهم اشوف من المينيموم بيهم اقسم على البي ان ريفيتد، وقلنا البي ان ريفيتد شو يساوي؟ ما يعني البليته بدون برغي يصير البي في التي في السيجما تي، بليته كانه ما مثقوبه فالبي ان ريفيتد يساوي لي المساحه في الستريس، المساحه هو البي العرض والتي ثيكنس تنضرب في تنسال ستريس. هذا التطبيق الان للمساله امامكم. الافشنسي قلنا للسكشن الاول بي ناقص دي ينضرب في السيجما في الثيكنس طلع 178. للسكشن الثاني ينطرح من عنده 2 دي لان صار بي برغيا وينضاف عليه شير فورس مال برغي 1 لانه اذا هذا تنقص لازم هذا البرغي ينقص قبلها. وللمنطقه الثالثه همين بي ناقص 2 دي لان بها برغي يعني احنا مثبتين مسمارين، لكن شو ينطرح من شو ضاف عليه 3 شير فورس لان قبلها كنت 3 براغي لازم تنقص. طلعت من هذول القوى الثلاثه اول سكشن 178 و198 و280. زين البي شير توتال هي البي مال برغي 1 طلعت 41 و300 هنا حسبناها هاي باعوا البي شير لبرغي 1 طلعت 41 و300 ف
فأنت كل شوية تضربها يعني بعدها هاي البرغي واحد، إذا قبلها برغي واحد تضربها في واحد، إذا قبلها برغيين يجي تحسبها. فالبيشير توتال عدد البراغي في قوة البرغي الواحد اللي هو 4300 كيلونيوتن. البي كراش أيضا أنا حسبتها سابقا طلعت 43 الكراش البرغي الواحد، وبالجوينت نفسها كو 5 براغي طلع 215. الآن من نجي على هذا القيم 215 206 280 198 178، أقل مقدار هو 178. إذن الإفشنسي إيش راح تصير؟ 178 و500. قل البي أنريفيتد، والبي أنريفيتد هذه هي المساحة مالت البليتة بدون براغي بدون ثقوب اللي هي البي في التي، تنضرب في التين ساعد ستريس طلعت عدة 200,000. طلعت الكفاءة 89.25. هذه كفاءة الوصلة. أيضا المفروض أنا شنو اللي عندي بعد؟ عندي البيتش، إيش قد المسافة بين برغي وآخر؟ إحنا قلنا هو قد 3 في الدي زائد 5 ملم. الديامتر طلع عندي أنا 21.5 للهول، ينضرب فيه 3 ويضاف على 5 يطلع عندي 70. هو إذا يقول 69.5 ملم، أنت تقدر تكتبها 69.5 هو الصح يعني، هذا اللي نحن نطالبك به بالحساب، بس هو عمليا يقربوها. المارجن هو 1.5 في الديامتر، 1.5 في 21.5 أيضا يعني تقريبا 35 مليمتر. والمسافة بين الصفوف المفروض تساوي 2.5 إلى 3 دي، يعني دائما يعني هو هذا الرينج مقبول من 2.5 إلى 3. شوف دائما الكتاب يأخذها 2.5 ديامتر، تروح عندنا 55 مليمتر. مثال آخر، المثال الآخر طبعا كل شوي دا يغير بالأرانجمنت، يعني دا يقول لك إذا أختارها بهالطريقة يعني أختارها 1 2 3 3 أو أوزعها 3 صفوف بنفس المقدار، 3 براغي قد تصير الكفاءة. هسه راح نشوفه. المثال 9-12 يقول a tie bar in a bridge consists of a flat 350 millimeter wide and 20 millimeter مطينا طبعا وصلة بجسر ضمن جسر شبيهة بها معدن أو قطعة من المعدن بار. البي مالته الودث يعني صار 350 ملمتر، والثكنس يعني هسه هذا البي وهذا التي، والتي من طينها 20 ملمتر. If it is connected to a guest plate of the same thickness by double cover butt joint، يعني نوصلها قطعة أخرى نفسها نفس مواصفاتها نفس الثكنس نفس ال الويدث بات جوينت ودبل كفر ديزاين ذا كونيكال جوينت اف ات اف ذا بيرميسيبل ستريسز ار. يقول صمم لنا الوصله اذا كان المعطى عندك هو تنسال بيرميسيبل تنسال ستريس 90 والبيرميسيبل شير ستريس 60 وال الكراش 150. طبعا هو سبب يعني احنا حددنا اهم شيء البي يعني البي والتي، ويعطينا وياها دبل كفر سنجل كفر بات لو لاب جوينت، ويعطينا البيرميسيبل ستريسز. الحال هو ما بيها يعني النقاط نفسها انا اتبعها، قلنا الدياميتر هو 6 جذر تي، الثكنس بنطينا 20 فطلعت عندي 26.8. اروح الجدول 9-7 وتاكد هي ضمن الاستندر 26.8. شوفوا أنا 26.8 هنا محصورة هنا موجودة، فالاختارة 29.
هذا 26.8 هي مو يعني هذه مو ثقب معياري، لذلك نختار نروح للجدول 9-7 ونختار ايش اقرب قيمة اكبر من عنده، هي موجودة ال 29. الان نجي number of it، شلون قلنا اخذ البليت اتصور بها ثقب واحد واحلها واحسب بها البي تنشن والبي كراش والبي شير، اقسم البي تي على شنو؟ على اقل قيمة من الكراش والشير، منه اقل واحد بيناتهم؟ فش راح تصير؟ هذا ستاندر باب القانون، البي تي البي اللي هو مطينا صور 350 اي ناقصا الدياميتر اللي انا هسه حسبته طلع عندي 29، ينضرب في الثيكنس مالت البليت المعطى 20 والبرمسبل ستريسز 90، صار عندي 577. هذا البي تي. اروح افحص الشير لبرغي واحد والكراش لبرغي واحد، اشوف من الاقل. اول شيء هي دبل شير فتنضرب في 1.75، والاريا باي على 4 دي تربيع مضروبه بالتاو، صار عندي 69 كيلو نيوتن. للكراش الدي في التي في سيجما كراش طلع عندي 87. لو اجعل ذول الاثنين القيمه الاقل هي 69. اذا عدد البراغي عدد المسامير ايش يساوي للبي تي اللي هي 577 على اقل قيمه بين الشير والكراش اللي هي 69، يصير عندي 8.33، أي 9 مسامير تثبيت راح أستخدم. هسه وظيفتنا شنو وظيفتك؟ شلون تقسمها هذول التسعة؟ من الممكن واحد شي يقول أنا أخليها ثلاث صفوف، ثلاثة ثلاثة ثلاثة. واحد يقول لا أنا أرتبها الترتيب هذا 4 صفوف، 1 2 3 3. واحد يقول لا أنا أقدر أخليها مثلا 1 3 بأربعة، مو لا مثلا يخليها يعني يشوف شنو الترتيب اللي يتقسمها به. افتراض، هو مجرد افتراض. فالآن احنا قلت لكم الطريقة المثلى اللي احنا نتبعها دائما، اجي على اول الاوتر اخلي 1، بعدين ازيد 2، بعدين ازيد 3. هجي صار عندي الآن صار 6 وهن 9 اخذ 3 الاخ، يعني شو نقول عليه؟ تزايد هرمي. التزايد هرمي. ورا ما حددت الآن العدد مالتهم والأرانجمنت طريقة التثبيت مالتهم، نجي على الثيكنس للكفر بليت. بما أنه هو دبل كفر فإذا الثيكنس هو 0.75 من الثيكنس للبليت، فيطلع عندي إذن الثيكنس للكفر بليت مقداره 15 مليمتر. الافشنسي احنا اتفقنا شنو شلون احسب الافشنسي. الافشنسي اجيب احسب البي بالسكشن الاول والثاني والثالث والرابع احسبهم، واحسب البي شير توتال والبي كراش توتال، منو اقل قيمه من ذولا اخذها واقسمها على البي للبليت لو كان ما بيها براغي، فيصير كالتالي. اذا اجي هسه على السكشن الاول البي تي شلون اقدر احسبها؟ البي تي واحد البي ناقصا الدي في الثيكنس في سيجما اذا اجي على السكشن الثاني البي ناقص كم برغي موجود عندي بالسكشن الثاني؟ تودي دكتور I2D. في الثيكنس في سيجما تي زائدا كم برغي قبلها لازم ينقص يلا يصير بها ربتشر بالسكشن الثاني؟ انا هسه اشتغل بس لازم واحد. هذا البر بالضبط زائدا بي شير هذا زين. اذا اجي على السكشن الثالث البي ناقص يعني هنا دا اشتغل هسه انا 3D كون بالضبط 3D في التكنس في سيجما تي زائد ثلاثة ثلاثة بيشير. وإذا أجي على الرابع هيكون همين ثلاثة دير بس قبلك وستة دكتور إيش ثلاثة مو اثنين؟ لا هسه راح أقول لك لا بس اتبع علي أنا هسه هنا أشتغل
هذول البراغي كلهم لازم يتقطعون. يلا بعدين يفشل عندي هذا. كل البراغي اللي قبل المقطع لازم تنشلع تنقص. واضح بابا؟ واضح واضح اي. بس انا اذا انا بالرابع بالسكشن الرابع خلنا امسح هذه. صير البي ناقص لا لا شوف الستة هنا يضاف. اي هنا يضاف اي. بس انا هسه من اجيب ثلاثة دي بالضبط ناقص انا ثلاثة دي في الثيكنس في السيجماتي زائدا القبلها كم برغي؟ ستة. ست براغي ينقصون كلهم يعني تمام. واضحة لو ما واضحة؟ بس انا هذول المفروض بس مجرد اعوض ارقام راح احصل على كل سكشن اللي قدبي. زين البي شير توتال شلون احسبها؟ البي شير توتال طبعا هاي مال كل البراغي. اول شيء كم برغي هو انا عندي بالوصله بالجوينت حسبتهم؟ تسعة. زين هو سنجل شير لو دبل شير؟ دبل شير لان هو قال دبل ستراب فوق منطقه وجوه منطقه يعني البرغي من هنا ينقص ومن هنا ينقص فيصير هذه في 1.75. بعد ذلك اضربها في الشير فورس البرغي الواحد اللي هي باي على 4 دي تربيع في التام. هاي حسبت البي شير توتال. البي كراش توتال عدد البراغي اللي هي 9 تنضرب في الاريا اللي هي الدي في التي تنضرب في السيجما كراش. بعد ما حسبت هذول القوى اللي موجودة بكل سكشن اشوف منو اقل وحدة بيهم. هي طبعا هاي نتيجتهم هاي الافشنسي. بالمقطع الاول طلعت 577 كيلو نيوتن. بالثاني قلنا ضفنا عليه شير فورس واحدة وطرحنا اثنين يصير 594. بالثالث طلع 681. بالرابع طلع 889. البي شير توتال هذا طلع 624 والبي كراش توتال 783. لو نشوف القوى ذني كلهن اللي هي ست قوى طبعا أقلهم أول واحد اللي هو 577 أقل قيمة طلعت بيه. أقسمها على اليمن على الـ P unriveted هذه اللي هي هذه البي ما ينطرح من عدها براغي باعتبار أنه البليتة ما مثقوبة في التي في سيجما بيرمسبل للتنسال يطلع عدد 630 كيلو فيصير 577 تقريبا 630 يعني تطلع الكفاءة 91% تقريبا 92%. اما بالنسبه لبقيه الحال البيتش شوف هسه احنا من حليناها بهالطريقه بقى عندي هاي البيتش هنا اللي جاي جيد وانا دائما 3 في الدي زائدا 5 ملم وعندي هاي المسافه بين رو واخر اللي هو دائما 2.5 في الدي الى 3 الى 3 بكيفكم احنا دائما ناخذ 2.5 والمارجن اللي هو منها من أول برغي من السنتر إلى طرف البليتة اللي هو دائما 1.5 من الدياميتر. هذا حساباته هذا البيتش اللي هو 3 في الدي في 5 الدي حسبنا 29 فيصير عندي 95 ملم المسافة بين برغ وبرغي. المارجن من الأوتر ريفت to the end of the plate مقداره 1.5 في الدي يطلع 45 ملم لازم تترك من الحواشي يلا تثقب. اما بالنسبه للمسافه بين الصفوف ذن الاربع صفوف لازم شغل بيناتهم 75 ملم. شوف انا شو مسوي نفس المساله يقول راح اغير السوليوشن مالتي يعني راح اخليها كانه انا راح احل نفس المساله لكن اخليها هي مو 9 براغي راح اخليها 3 صفوف بثلاث براغي. التسعة خليها 3 صفوف 3 بثلاثة بثلاثة شوف الكفاءة ايش قد تصير. قلت تروح تحلها طبعا هسه المفروض تحلها نفس هاي الخطوات اللي انا حليتها. بالنسبة للبي شير توتال والبي كراش توتال نفسها راح تبقى هي علاقة بعدد البراغي والدبل شير لو سينجل شير. لكن من تجي تحسب بي بالكروس سكشن الاول والثاني والثالث الثالث يبقى نفسه الثاني شوية تقوم تختلف والأول تختلف. هو من حسبها طلع الأقل وحدة مالت الأول
طلعت 473 طلعت. قسمها على البي ار ريفيتد تصير الكفاءة 75%. شوف ال 91 وين او ال 92 وشوف ال 75 وين. يعني معناها اذا كانت بالجزء الاول مثلا يعني اذا انت تسلط خلينا نقول 100 نيوتن يلا طق، بالجزء الثاني 75 نيوتن وطق البليته او هذا التصميم مالت الريفت جوينت. واضح ايش قد مهم بابا اثر الترتيب مالت البراغي؟ جدا مهم يعني توزيعها للريفت. دائما هو الشكل الماسي هذا بابا يسموه، انتبهوا علي، هذا الشيء يسموه الشكل الهرمي او الماسي اللي هو بهالطريقه يصير، وانت توزع وراه شيء يصير. هاي دائما تكون اقوى الوصلات. لكن بالنسبه للتشين رو ماكو، هاي لما انت ترتبها واحد بصف الاخ لا تكون اضعف من البقيه. المثال الاخير قد يكون نوعا ما يعني مضلل. شلون يعني؟ اول شيء هو غيرها للبات سوها لاب جوينت، يعني بليتة فوق الاخ، والمطلوب من عندي اصممها. طبعا شيء يقول، يقول ديزاين ا لاب جوينت فور مايل ستيل فلات تاي بار اوف 200 مليمتر تايم 10 مليمتر ثيكنس، مطينا البي او تي يوزنج 24 مليمتر. ها شوف هنا شنو الدايمنشن هو قام ينطيها هاي المسألة. هو دا ينطينا الدايمنشن، يعني ما ترك لنا خيار انه انا اختار الدياميتر مالت الهول او مالت الريفت، فهمتوني؟ هو دا ينطينا هاي الارقام. انطانا هذا 24 الدياميتر انطانا اياه، لكن هاي للهول او للريفت؟ الريفت. للريفت. انا من اشتغل ما اشتغل على الريفت، اشتغل على الهول، مو صحيح؟ وقلنا انا عندي جدول يقول ايش قد قيمة الهول يطلع للريفت، او اذا عكس ينطيني الريفت اقدر اطلع الهول. وقلت لكم هو الحد ال 24 الهول اكبر من الريفت ب 1.5 ملم، فوق ال 24 الهول اكبر من الريفت 2 ملم. يعني هسه المفروض دي للهول تصير 25.5 اللي هي هذه. شو مطينا طبعا هاي السترة البيرميسبل ستراسيس، مطينا هاي الثلاثة. هي هذا ورايد من عندنا نصممها لل، فأنا التصميم مالتي أول شيء يعني قبل كل شيء وما قايل لي إيش قد العدد مالتهم، بس منطين الدياميتر. يعني الآن الدي موجود عندنا مباشرة مقدارة 25.5 مليمتر، هاي كأنه أول خطوة توفرت. الخطوة الثانية النمبر أوف ريفت، إحنا إيش قلنا النمبر أوف ريفت؟ شلون أقدر أحصلهم؟ أقسم البي تي، أحسب البي تي والبي كراش والبي شير كأنه البليتة بها برغي واحد، وأقسم البي تي على أقل قيمة بين الكراش والشير. يعني أقسم البي تي على المينيمم فاليو من البقية. فش راح يصير؟ البي تي لبرغي واحد هذا قانونها تطلع 195. البي شير، ها المهم جدا هنا نعرف انه هي ترى سينجل شير مو دبل شير، يعني ما تنضرب في 1.75 صح؟ لان هاي ما قايل هو دبل كفر ولا فتشي، قايل لاب، واللاب انا اعرف صفيحة على اخرى، يعني ما عندي هنا صفيحة اللي جوا تصير، ما عندي هنا عندي صفيحة لا، فهذه سينجل شير ما تنضرب في 1.75. هاي هنا لما احسبها ما تنضرب في 1.75 عموما. فصار عندي 42 كيلو، والبي كراش ودي في التي في، المهم طلع لي 51. فقسم 195 على شقد؟ على 42، يكون عندي 5 براغي. احنا كنا بالبات جوينت لو تنتبهون الان، مثلا هنا طلع عندي 9، شلون التسعة فصلهم؟ يصير هنا عندي 9 هذا الجزء صح؟ لأن هذا بط جوينت
وقلنا بالبط جوينت الحساب يصير على جزء واحد، كم برغي يخترق البليتة. فأنا قابلهم هذه قطعة وهذه قطعة، وكل وحدة خلي بيها يفوت 9 براغي، 9 مسامير تثبيت. باللاب جوينت الخمسة راح يتخللوهم اثنيناتهم يعني. عموما يعني هسه هذا الترتيب اللي يصير عندي، لو هذه لو الوصلة بط جوينت المفروض أنا شلون أخليها؟ أخلي مثلا واحد باثنين باثنين، ومنا واحد باثنين باثنين، وهيك تصير هي الوصلة. بس هاي لين لاب جوينت، فهي الخمسة يرسمون سويا يعني. شلون أرتبهم؟ واحد هنا، شوية ترتيب يختلف، هنا أخلي واحد وهنا أخلي واحد، وبعدين أخلي البقية بالمنتصف. يعني لو العملية تتحمل بهالشكل هذا، يكون أحسن. بس أنا ما عندي هذا العدد من المسامير، يعني ما كان توفر عندي 9 مسامير، لو 9 هيك أرسمهم أحسن. دكتور يعني اللاب نخلي واحد بالطرفين والباقي بالنص. بالضبط هيك، لأنه ليش هناك كان الترتيب مالتي من المينيمم للماكسيمم يمشي بقى علي، وظيفتي من أوزعهم أوزع المينيمم اللي هو واحد وأبدأ أزيدهم، ماكو مشكلة عندي أتوقف بالزيادة. فهمتني؟ واضح. بينما دكتور هنا لا، هي وزعها على القطعتين، لازم زيادة ونقصان مسؤوليتك، زيادة والنقصان مسؤوليتك، لأن هناك شنو هي نفس الست براغي اللي توزعهن توزعهن بالعكس، فهي تتوزع بشكل هرمي. هنا لا، هن نفس توزعهن على القطعتين، العدد نفسه توزع على القطعتين، ما عندك عدد بجد تخلي على الجهة الأخ. فشون نوزعها؟ نبدأ بالمينيمم منها وهنا نثبت مينيمم، بعدين إذا زدنا اثنين هنا أن حق نزيد اثنين، وإذا زدنا ثلاثة بالمنتصف بعد أحسن. يعني تقدر مثلا هيجي هنا سوي ثلاثة زيادة، مثل هنا هم يتوفر عندك ثلاثة زيادة، وهنا هم من ثلاثة زيادة. فهمتني؟ من يعني المهم توزعها السيمتري، توزعها بشكل متناظر. وضح دكتور تمام. اي قلت لكم الآن العدد مالتنا اللي هو راح يصير البي تي على المينيمم بتوين شير عند كراش، فصار عند العدد خمسة. هذا توزيع صار الآن أمامكم. نجي هسه الخطوات نفسها. هسه الثيكنس للبليت هذا يعتبر سينجل كفر دبل كفر بالحسابات مالتنا، سينجل كفر هذا يعتبر. اي فدائما يقول لك إذا أنت تي توصلها منها بقطعة وصلها الثانية جيد تصير 1.75، العفو 1.25 للتي. الافشنسي للجوينت، شلون اقدر احسب الافشنسي؟ نفس الحساب بار مالتنا، ما في مشكله. يعني نجي على السكشن الاول بي ناقص دي في الثكنس، يعني هنا انا من اجي اشتغل عندي هنا برغي واحد نقص، فراح تكون بهالطريقه هذه. هذه اذا اجي بهذا السكشن تصير بي ناقص 3 دي وينطرح من عتها الشير مع البرغي واحد، ونفس البروسيجر. نفس بالضبط نفس البروسيجر. البقية اللي الناس تحسب لهم هو نفس هاي القيم، تكون حذر يعني اللي تحسب له منها هو نفس هاي القيم. يعني الآن القوة الموجودة هنا هو نفس القوة الموجودة هنا، بس قصدي هي نفس البروسيجر، بعد الحد المنتصف تتوقف. البي شير شقد؟ البي شير توتال شقد هنا مقدارها؟ ابتداء هي دبل شير لو سينجل شير؟ هذه سينجل، إذن واحد مو 1.75. في عدد البراغي شقد؟ خمسة. خمسة والكراش
هاي توتال طبعا نكتبها احنا دائما حتى نميزها. ساوي لي ال دي في التي في عددهم او نكتب العدد بالبدايه دائما احنا. بعد ما حسبتهم اشوف الكروس سكشن الاول والثاني والبي شير توتال والبي كراش توتال منو اقل قيمه اقسمها على البي ان ريفيتد. البي شير توتال 5 في شير فورس لقطعه واحده والبي كراش 5 في الكراش مال قطعه واحده. فتشوف اقل قيمه الان ايش قد صارت عندي. اقل قيمه هذه اللي هي 181. اكو قبلها اقل 100 الاول 195 الثاني 181. فالاقل قيمه حقيقه توفرت عند ال 181 بين هذه القوى جميعها اللي حسبتها بكل سكشن والشير والكراش. اقسمها على البي ان ريفيتد اللي هو هذا قانونه. فعند الكفاءه 80%. اكو احد عنده مشكله اللي جاي فتشي مواضع سؤال حتى انتقل للموضوع اللي بعده. دكتور عندي سؤال هو على توزيع البراغي. البراغي اذا مثلا كانت عندي 7 براغي فحوزع واحد باثنين بثلاثة بواحد. هسه راح اقول لك شلون توزعها. عندك 7 وهي لاب لو بات. هي لاب لو بات. لاب لاب نبدي بواحد بواحد. هاي راحت 2 5 بقنا بقت لك 5. اذا تخليها 2 بثلاثة لا اي ما تنجح مو ما تنجح اي فش اللي نسوي نسوي واحد بواحد بثلاثة اللي هو هذا الشكل هسه. مو هذا الشكل هسه امامك. تمام اي تمام. يعني بابا ايش تسوي؟ شوف قدر الامكان تخلي واحد بالاطراف وتشوف البقية تقبل توزعها على صفين لو صف واحد، ثلاث صفوف لو صفين وهكذا. أنا سويت يعني هسه السرع واحد باثنين بثلاثة بواحد، يعني إيش يصير له؟ لا 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 قصدك يصير واحد باثنين بثلاثة بواحد لا بها يصير مو متناظرة. تمام لا لا لازم تخليها متناظرة. هي تحسب لنا إياها يعني حتى لو مضطر هنا تخلي مثلا اثنين باثنين هيك إذا تقدر مثلا بهالشكل هذا وخليه ينهلقد. فهمتني؟ وضحت وضحت تمام. اي قدر الامكان باب تسوي لنا تناظر يعني. الان اذا نجي على الاكسنتريك لودد ريفت طبعا هسه احنا هذا كله شوفوا احنا اخذتم سابقا بابا بالجسور الشتو تتذكرون كنا دائما يعني بالتحليل وخاصه بالستاتيك بالتراس دائما نقول انا عندي تنسايل or compression load only يعني دائما هاي السترينج او الاليمنت اللي موجوده بالستراكشر ما تتحمل بيندينج. مو شيء تحلون بالستاتيك لو انا غلطان. هذا وين موجود؟ يعني الان انعكس عندنا بهذا الموضوع ولو انت ما سوا وين تذكرون الستاتيك والتراس بس القصد يعني احنا شنو نحل التنشن كومبريشن اونلي يعني ما عندنا بيندينج موضوع التراس وهي حقيقه يعني احنا قدر الامكان تشييد الجسور والهياكل يعني مسقفات والجملونات صنعها بهياكل تنقل قوة بدون عزوم قدر الإمكان يعني. وشفتوا الآن هذا التطبيق اللي موجود أمامنا كل القطع تتحمل تنشن أولي مو هسه لحد الآن. الآن راح ناخذ موضوع آخر يقول الريفت اللي موجود بالمكان لا يعني تعرفون هاي الحفارة والشفر وال رافعة أحمال مختلفة يصير بها فمن ممكن تعرض إلى بيندينج. الوصلات نفسها يصير بها بيندينج في بعض الأحيان. وش قال؟ يقول إكسنتريك لود دريفت جوينت اللي هي هذا الشكلهم تشوفون الآن شنو يعني فد جزء ميكانيكي كان ثبته ما يتعرض التنشن وكومبريشن أولي لا يصير ببيندينج. وشنو قصده بالإكسنتريك اللود ما يجي مار بالسنتر بحيث يصير tension or compression only وإنما يبتعد بمقدار معين. فدائما هنا شو يصير عندك؟ يصير عندك moment torque
فهمتون شنو اللي أقصده هنا؟ يقول إكسنتريك. الإكسنتريك يعني مائلة أو منحرفة عن المركز الهندسي. القوة المسلطة ما مر بمركز الجوينت، وإنما تبتعد عنها بذراع، وبالتالي تخليها عرضة للتنشن والكومبرشن وللبيندينج. إذا نجي عليها، قلت لكم هي التطبيقات مالتها هاي دائما وين موجودة؟ موجودة بال نقول ميكانيكال فريم ستراكشرز، المشين، الآلات الميكانيكية بشكل عام. عندنا مجموعة من المفاهيم. ابتداء بما أنه أنا راح يصير عندي مومنت وكذا، لازم أول ما أحدد المركز الهندسي للوصلة. هاي جدا مهم، أهم نقطة، حد المركز الهندسي لهذه الوصلة. شلون أحدده؟ هو بالحقيقة مو مركز هندسي للوصلة، هو مركز هندسي للبراغي، للرفت، للمسامير. عاملهم كأنه ذولا كتل أو مساحات، وجد السنترويد مالتهم X بار و Y بار. تتذكرون الـ X بار هذا شي يساوي؟ يساوي عزم مساحة كل، عزم المساحة لكل جزء على مجموع المساحة. يعني شو أنا أقول عليها؟ هسا أنا عندي الأولى، الأي الأولى في الأكس الأول، زائد الأي الثانية في الأكس الثاني، زائد الأي الثالثة في الأكس الثالث، زائد الأي الرابعة في الأكس. الأكس يعني البوزيشن، موقعها على على السميشن مال الأريا، يعني أي واحد. ومين اختاره؟ اختاره من طرف بكيفي هذا الاكس. يعني انا هسه هاي الاكس، الاكس واحد واثنين، مين دا يقيسهم؟ بكيفي اختار مثل هالركن هذا، من ناوي بدي اقيس. مثلا هاي تبتعد واحد ملم، هاي تبتعد خمسة ملم على سبيل المثال. الصعود هذا هلقد ارتفاع، هذا هلقد ارتفاع للثانية، الثالثة هلقد ارتفاع، وهكذا حتى احسب الواي بار. يعني ابتداء انتم شلون حسبتوا سابقا بالسنترويد؟ هسه بابا هم نجعل امثله ونشوفها، هي مو التطبيق مو مشكله بقد الفهم. يعني دكتور مخفيه بالهياكل، يعني اديها بالهياكل. ها انتم صح الان موجوده عندكم الان تاخذوها؟ اي يعني ويانا مرات نحتاجها. اي بالضبط، يعني هو جدا مهم انا احدد شنو اول ما ابدي احدد، احدد المركز الهندسي. طبعا هو المركز الهندسي الان مثل هذا الشكل، هذا ما يراد له، يعني نصف العرض نصف الارتفاع هو المركز الهندسي. ليش؟ لانه البراغي متناظره، يعني توزيعها هنا اربع براغي. لكن لو اجي الان مثلا هيك، مثلا لو هي نفس الوصله هسه هذه، وين تصير عندي مشكله؟ هيك القيها مرسومه بهالشكل هذا. فتشوفه بالحقيقة هو المركز الهندسي هنا صاير، يعني لازم أحسب قد مسافته وهكذا، أو ألقيها بهالطريقة هذه مرسومة. فهمتوني؟ يعني توزيعها مو متناظر حتى أنا أقول هنا النص هو المركز الهندسي. عموما يعني ابتداء عن المركز الهندسي لتوزيع البراغي لازم نحدده بالنسبة للإكس والواي. وبعد ذلك هذه القوة تنقل، تتسلط مباشرة عليهم. شلون تتسلط مباشرة عليهم؟ كالتالي، سدولة من أجي أرسمهم، أقول بالحقيقة هاي الوصلة بحد ذاتها راح تصير هنا عليها قوة موجودة بالمركز وعزم. العزم مقدار البي في الإي، هاي الإي المسافة، وهذه القوة هي نفسها بي. هذه القوة العمودية تتوزع على البراغي بالتساوي، لأن أنا راح أسلطها بالمركز الهندسي، فيكون حصة كل برغي من هذولي، كل مسمار، هو غلط باب نسوي برغي، البرغي مسنن، يعني هذولي مسامير،
المهم حصه كل مسمار ايش قد مقدارها؟ بي على عددهم، يعني لو هم اربعه يصير بي على اربعه تساوي اف 1 مثلا او اف باوه. هسه هذه اللي انا اوزعها عليهم، هذه قوة لي جوا، إذن هاي أكو قوة لي جوا مقدارها شقد؟ ال P. أنا هذا ال P أقسمه على عددهم بالتساوي، فكل واحد هاي معناها شنو هسه ال P؟ S ال P على أربعة، هذه معناها ال P على أربعة. زين بقت أكو قوة لاخ اللي هو من الناتج هذا العزم، كأنه شو يصير؟ القوة في ذراعها، القوة في ذراعها، قوة في ذراعها، العزم أوزع عليهم. هذا كأنه كابل، مو شلون أقول عليه؟ المهم العزم أوزع عليهم، أشوف إيش قد تأثير العزم، هذا العزم يولد إيش قد قوة على كل برغي. فلازم أنا إيش أحسب؟ أحسب هاي الأذرع من السنتر إيش قد البعد مال هذا، من السنتر إيش قد البعد مال هذا البرغي المسمار، من السنتر إيش قد بعد هذا المسمار، من السنتر جد بعد هذا المسمار L. حتى أقول أقول حصة هذا وحصة هذا أربعة في F في L يساوي المومنت، واللي يساوي P في E. ذولي متوزعين بشكل متساوي أو متناظر عن المركز، لهم نفس الأبعاد، إذن لهم نفس القوة الناتجة من هذا العزم. هسه راح أشتق لكم إياها هذه شلون أنا أحسبها يعني. فش أقول العزم يعني سميش المومنت يساوي صفر، هو مدى يتحرك الجسم حالة إكوليبريم، العزم الخارجي هو هذا القوة في ذراعها، والعزم اللي يصير على ذولي القوة في ذراعها، القوة في ذراعها، القوة في ذراعها، القوة في ذراعها. فيصير F1 في L1 زائد F2 في L2 زائد F3 في L3 زائد F4 في L4 يساوي العزم الخارجي هو اللي في. بما أنه هذول متوزعين بشكل متناظر، فالF لهم متساوية لأنه بعدهم نفسه عن المركز، L1 و L2 و L3 و L4 هنا متساوي، غير مسألة ما يجي متساوي. فالمهم أقدر أحسب الاف الناتجة من العزم اللي هو هذا الشكل، هذه وهذه 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 اللي هي تحاول تدور الجسم يعني اتجاهها دائما وين يصير؟ عمودي على هذا الذراع. يعني هاي الاف مالت العزم شلون اقدر احددها؟ ارسم الذراع واقول بما انه العزم هيك يدور، اذا هي هيك، ارسم الذراع من اللي جاي وهي هيك حتى تدور بهالاتجاه هذا، ارسم الذراع من اللي جاي وخليه بهالاتجاه، ارسم الذراع بهالاتجاه وخليه بهالاتجاه، صح؟ اما صح. بالنسبه شلون احسبهم ذن الاف، هذه الاف اف 1 اف العفو هاي 2 F1 2 3 F4 احسبهم من اساوي العزم، اقول العزم اللي يصير هنا عندي اللي هو F في R F L F L اجمعهم يساوي هذا ال P في ال E. اقدر احسب ال F1 و F2 و F3 و F4 اذا كانت ابعادهم ال L1 وال L2 وال L3 وال L4 متساويه، اذا اجمعهم قبل اقول 4 F L يساوي P E والاف يساوي البي اي على 4 ام. اذا ما متساويه هسه راح نجي نذكرها لكم شلون اقدر احللها. زين هسه انا عرفت هنا ايش قد الاف وايش قد البي، المحصله شلون لازم اجمعهم؟ انا لازم اعرف المحصله على البوغي. قلت هذا من الستاتيك لود اوزع عليهم، اقول انا انقل اللود للمنتصف للسنتر، انقل قوه وعزم، هذه القوه تنقل للسنتر، تنقل قوة وعزم. هذه القوة قلها اللي جاي هنا يصير عندي P ومومنت على هذا، يصير عندي P ومومنت.
البي أقسم على عدد البراغي أحصل البي إس. والإف اللي هنا موجودة هسه هذه من العزم أحسبها. زين الآن صار على كل هسه مثل أجي على هذه، عندي البي وعندي الإف، عندي البي وعندي الإف، عندي البي وعندي الإف، هذا البي والإف. المحصلة شلون أقدر أطلعها؟ محصلة هو دائما هذا البي عمودية أو أفقية أو ماخذ القوة المسلطة، هسه هنا عندي عمودية أنا، لكن هذا الإف لازم عندي زاويتها جد ما إلى عن الأفق، جد ما إلى عن الشاقول، حتى حللها مركبتين باتجاه الإكس وباتجاه الواي، اللي باتجاه الواي كله ينجمس واللي باتجاه الإكس كله ينجمس، وبعدين فيثاغورس تحت الجذر أقدر أعرف المحصلة الموجودة على كل برغي على كل مسمار. واضحة لو ما واضحة؟ واضحة دكتور. زين. المهم هاي الفورمولا، هاي جدا مهمة هذه الفورمولا، يعني هذه مفتاح الحل. منين جبناها هذه؟ خلي أقولكم منين جبناها. أنتم قولوا لي هسه دا أنا عندي هنا هذا بيم simple supported beam، هنا عندي قوة، هسه هذا المومنت هيك راح يرسم به هيك المومنت، توزيع المومنت لو لا، يعني هنا ايه صفر تمام دكتور اي تمام، وهنا الماكسيمم. زين من نبع هنا الجزء الفوق شو يصير بيه؟ تنشن كومبرشن، والجو شو يصير بيه؟ يعني اللي فوق تنشن واللي جوا كومبرشن مو؟ أو بالعكس؟ بالعكس لا، الفوق كومبرشن والجو تنشن. يعني هذا شلون يرسم؟ يرسم بهالطريقة؟ هاي سيجما ماكزيمم بالسالب صح؟ لو ما شايفين هيك رسومات. لا دكتور تمام. آه تمام ممتاز. أنا وين أريد أوصلكم بهالحكي هذا كله؟ يعني إذا أجي هسه على هالنقطة، على هالنقطة هاي، إيش قد قيمة المومنت بيها؟ بس أنا عندي إيش قد الارتفاع مالتها؟ مثل ارتفاعها L، ارتفاعها R، وأنا عندي هذا الارتفاع الكلي مقداره H. أحد يقدر يقول لي هنا ايش قد قيمة الستريس هنا؟ تشابه مثلثات مو؟ أقدر أقول سيجما على سيجما ماكزيمم يساوي للآر على الإتش، صح الحكي هذا؟ تمام. تشابه مثلثات يعني ما يراد لبابا ما يراد لروح على. زين خلينا نجي على التورك. هسه انا عندي هالجزء هذا ودا يصير عندي تورك، يعني قرص ودا يصير بي تورك، هيك اريد امثلها لكم بالضبط. هنا عندي التورك ماكسيمم، وهنا جد يصير بالسنتر صفر مو؟ وهنا عندي أي منطقة إلها R، هذا R كابيتال وهذا R سمول. أحد هنا يقدر يقول التورك جد مقداره؟ التورك على التورك ماكزيمم يساوي لي الـ R على R كابيتال. زين إذا أنا عندي توزيع قوى شوفوا باب بالفرض أنا عندي هاي البراغي هيك موزعة، وهذا المركز الهندسي، وعلى فرض إنه هاي المسافات كلها متساوية،
فهذا لما راح يتعرض إلى دوران هنا راح يصير عندي قوة. هذا عندي F1، هذا عندي F2، هذا عندي F3، وعندي F4، وهذا هذا L1، وهذا L2، هنا عندي L3 وعندي L4. يعني باب توزيع القوى يصير uniformly distributed، منتظم. القوة ما تبتعد عن المركز الهندسي، تزداد قوتها، القوة المسلطة عليها، وش ما تقترب من المركز الهندسي تقل القوة المسلطة عليها. وهذا توزيع طبيعي للتورك والفورس والستريسز. فش راح يصير؟ أنا بالحال يعني هسه مثلا لو عندي 10 براغي 10 مسامير، كم مجهول يعني راح يصير عندي 10 مسامير؟ القوة مالت 10 مسامير مجهولة. فمن أروح أحسبها هذه فد عملية تيديس مملة وقاتلة وصعب يعني التعامل وياها. نلجأ لهالحيلة هذه. ايش اقول؟ من تشابه المثلثات F1 على L1 شو يساوي؟ يساوي F2 على L2، ويساوي F3 على L3، ويساوي F4 على L4. يعني بعد شوية بالمسائل كلها عوضها بدلالة F1 حتى يصير عندي مجهول واحد بالمعادلات. فش يصير؟ طبعا هي هذه الفورمولا موجوده عند امامكم، هذه اف 1 على ال 1 يساوي هيجي. فبعد شوي ايش اسوي؟ مثلا لو عندي الاف 4، الاف 4 ايش راح تساوي؟ احولها بدلات اف 1. تساوي الاف 1 في ال 4 على ال 1. اذا اجي على اف 3 تساوي الاف 1 في ال 3 على ال 1. الاف 2 تساوي اف 1 في ال 2 على ال 1. لو تلاحظون كلها شو تصير؟ تصير دلالات قوه واحده. اعوضها بالمعادله مال المومنت مال الكوليبريوم، وبعد ما اجد الاف 1 اجي اعوضها بهذين المعادلات. اقدر احسب الاف 4 والاف 3 والاف 2 وهكذا. انا بس اتبين لكم انه هذه الفورمولا جدا مهمه وموجوده عندنا. احنا مو هي يعني هسه المعادلات النهائيه اللي استخدمها هي هذه. هذه اول معادله استخدمها البي في الاي. انا مو عندي لود اكسترنال لود مسلط، ومو عندي اي، والاي معناه ايش قد يبتعد عن مركز المركز الهندسي. يساوي هذه الفورمولا، هو المفروض يساوي F1 في L1 زائدا F2 زائدا F3 L3. لكن أنا حولت ال F2 بدلالة ال F1 وال F3 بدلالة شنو؟ من هاي الفورمولا، وأعوضها يطلع عندي المعادلة النهائية للمومنت. بالشكل التالي: F1 على L1 مضروبة في L1 تربيع مضروبة في L2 تربيع زائدا L3 تربيع زائدا على قد عدد القوى. هاي ايش راح تنطيني؟ شنو اللي اقدر احسبه منها؟ هذول دايمنشن معطات بالسؤال، واللود المسلط معطى، والاكسنتريسيتي المسافة اللي يبتعد بيها الذراع يعني ايضا معطى. فالF1 راح تنحسب. ورا ما حسبت الـ F1 الـ F2 راح تطلع من هاي الفورمولا. هاي جدا مهمة هذه الفورمولا، وهذه يعني الحل كله مبني على ذولي.
أول ما أجي أعوض هذه المعادلة هذه حتى أحسب الـ F1، بعدين أجيب هذه المعادلات من الـ F1 أقدر أحسب الـ F2 والـ F3 والـ F4 والـ F5 وجميع القوى المسلطة عندي، جميع القوى الموجودة بالبراغي، هذه القوى الناتجة من التدوير. زين، القوة السكونية احنا قلنا عليها الـ PS يساوي الـ P على الـ N عددهم، أيضا عرفتها. إذن الآن صار على كل برغي معروف عندي الـ F الجاية من العزم وجاي عندي الـ PS الجاية من توزيع القوة عليهم. بعد ذلك أبدي المفروض أجمع القوة، أجمعهم شلون؟ متجهة، ومن أجمعهم بالاتجاهات لازم أنا أكون قبلها حاسب الـ L1 والـ L2 والـ L3، لازم أحسبهم دول من الجيومتري حتى شو أقدر أعرف الثيتا. من عرفت الثيتا اللي تميل بها القوة وعند الـ PS اللي دائما تكون عمودية أفقية ما إلا بزاوية معينة هو ينطينا إياها، أقدر أحسب ثيتا. طبعا إذا نجي هسه راح يجينا فد مثال، المثال هذا أكثر تعقيدا، نروح على أمثلة أبسط قدر الإمكان. نجلس على هذا المثال اللي هو مثال 9-18. وخلي أنا أعطيكم فد مثال أو أسهل من عنده وبعدين نتصاعد شوية شوية. يلا لا بد من ذلك، نجي نحلل هذا أو نحل أول واحد، ماكو أسهل. هذا مثال جيد هذا. هذا المثال رقم 14. منطينا أن eccentrically loaded lab riveted joint to be designed for the steel bracket as shown in figure هالجد. شنو اللي منطينا يا؟ منطينا T اللي هو thickness 25 مليمتر. ومنطينا اللود هذا مقداره 50 كيلو نيوتن. ومنطينا الأبعاد، تشوفون هاي الأبعاد منطينا إياها مقدارها 100 سين اللي هذه. والإي منطينا إياها 400. ورايد من عندنا الدي. علما انه الستريس منطينا 65 للتنسايل وللشير منطينا 120، لا منطينا العفو الشير ومنطينا الكراش، هذا التاو وهذا سيجما كراش، ومطلوب من عندي اجد الدي. هسه بابا قبل لا احسب الدي وقبل لا، يعني اول خطوه لازم انا اوفرها اللي هي شنو؟ أحسب السنترويد وهذا الشكل قدامكم. هذا قبل كل شيء لازم أحدد السنتر أوف جرافيتي أو السنترويد لهذا الريفت. طبعا بالأكس
العملية متناظرة، بمعنى أنا أعرف أن هنا هو واقع السنترويد بالنسبة للإكس على هذا الخط، على خط التناظر، لكن بالواي هو لازم يصعد شوية لي فوق، يعني ما يصير هنا وإنما يصعد هنا، لازم يصير أكثر من عنده. هسه ابتداء لازم أحدد السنترويد، ورا ما أحدد السنترويد المفروض أعرف الآر. هسه هذا شقد يبتعد، هذا شقد يبتعد، العفو L راح أسميها L1 L2، هذا رقمها 1 2 3 4 5 6 المفروض L1 L2 L3 L4 L5 و L6 لازم أروح أحسبهم. شلون هسه هنا الموجود أمامكم، فبداية الحل ابتداء الـ X بار ايش راح يصير؟ هي الأريا نفسها للجميع، يعني احنا اذا تتذكرون ايش قلنا، احنا من اجي اريد احسب الـ X بار تساوي الـ X1 اي 1 زائد الـ X2 اي 2 زائد الـ X3 اي 3 على السميشن مال الـ A، يعني الـ N عددهم في الـ A، فالأي عامل مشترك يروح من الجميع. إذن الإكس بار يساوي البعد، البعد مال كل برغي، يعني إكس واحد زائد إكس اثنين زائد إكس ثلاثة على الإن، عدد البراغي اللي هي هسه هذه هنا أمامكم. فهو منطينا إياها 100 ب200، هذا البعد مالتهم لو تشوفوا الآن. البعد هو منطينا يا هذا السي، منطينا يا 100. فأنا شو راح أسوي؟ مثلا أخذ من هذا البرغ وأبدأ بقياساتي بهالطريقة، أحسب بالإكس وبهالطريقة أحسب بالواي. عموما هي 1 2 3 4، الأول بعد 100 ب200، تشوفون هذا شنو، هذه اكس واحد وستة وسبعة تساوي صفر، هذول الثلاثة، هذول اللي بالبداية، هذول جد موقع الاكس مالتهم، هذا وهذا وهذا جد البعد مال الاكس مالتهم اللي صايرين على الاحداث واي، الاكس مالتهم قيمته صفر. طيب قولي هذول 1 2 3 4، هذول كل البعد مالتهم 2 سي، وهذا 1 سي، إذا نصير 200 400 600 100 700 على عددهم، يكون السنترويد 100. هو بالفعل إحنا اتفقنا على أنه أنا عندي السنترويد بالأكس هو 100 بالمنتصف قد السي، لكن عندي بالواي صراحة أحسب إيش قد. دول الاثنين بالواي قيمتها صفر، الواي بار مالتهم، لأن هم صايرين بالأكس أكسز ما لهم ارتفاع، لكن عندي ذولي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذول لهم 100 100 ارتفاعهم، وهذول 200. فش راح يصير؟ 600 800 على عددهم اللي هو 700 على 7، هذه 800 على 7 يصير ارتفاعهم 114.3. هي اللي جاي 100 يصعد فوق 14.3 اللي جاي، هذا السنترويد مالتي. واضحة لو ما واضحة؟ الآن السنترويد مالتنا كان هذا، والارتفاع مالته عن السنتر منها اللي جاي 14.3 ارتفاعه. هسه إذا أريد أحسب هذا الـ R الـ L1، لو كان هذا هو L1، إيش قد مقدار الـ L1؟ أحد يقدر يقول لي؟
صحيح؟ صحيح دكتور، تمام. اي بعد ذلك اذا اجي احسب لو كان هي هذه 2 ال2 ايش قد يساوي من السنتر من اللي جاي؟ مية ناقص 14.3. اي وهكذا. هسه لو اريد احسب من اللي جاي، من اللي جاي ايش قد؟ خلي امسحن شويه ذولي ندوخكم. من اللي جاي ايش قد؟ انا من اللي جاي عندي 100 وهنا 14.3 مو؟ فهاي ال L3 لو كانت هي 3 يعني واضح لو ما واضح بابا ايش دا اسوي؟ نحسب السنترويد وبعدين من السنترويد اروح احسب المسافه من هذا السنترويد لكل برغي جد مسافه اللي هي L L1 L2 L3 وهكذا. هسه هذه المفروض بعد هي مو فد مشكله شغلتكم هذه، يعني ابدا ما يراد لها فد مشكله، بس مجرد اروح بجي احسب السنترويد واعرف هذا السنترويد من المركز الهندسي قد يبتعد. الان من حسبته طلع هو 114 انا منها اللي جاء عندي 100، اذا هو فوق السنتر 14.3. اجي من عنده واقوم اقيس وطلع L1 L2 L3. هسه هذا اللي جاي المفروض يعني مو فد مشكلة. زين عليكم المفروض هسه انتبهوا عليها، تشوفون هاي L1 شلون حسبتها 100 ناقصا زائد العفو 200، هذا المن ده يحسبها، هاي للجو ما ده يحسب الحين مناطق الجو. عموما حسب ال L1 L2 L4 و L5 البقية ليش ما حسبهم؟ يعني هي نفس لهم نفس بالضبط، عافية لهم نفس الأبعاد. بمعنى شنو اللي أقصده لكم لهم نفس الأبعاد؟ يعني ما أنا من أجي بعد شوية مثلا لهذا البرغي لهذا المسمار أريد أحسبه لهذا، لو نفترض أنه هذا رقم واحد أنا أعرف أنه هذا إلى نفس المسافة، هذا نفسه هو نفس البعد، ومن أريد أحسب الذولي لهم نفس البعد، وما أريد أحسب الذولي البعيدين لهم نفس البعد، وعندي هذا واحدة فراح يصير واحد، هاي 2 2 وهاي 3 3 وهاي 4 صح؟ لأن ذولا متناظرين لهم نفس الأبعاد فماكو داعي. وحتى من أحسب القوى مالتهم يعني من أحسب الاف واحد هي ترى نفس الاف هنا اف 2 أو اف 3، ومن نحسب الاف اللي موجودة هنا هي نفسها هذه الاف وهكذا، المتناظرة لها نفس القوى ونفس الأبعاد. عموما هسه بعد ما عرفت السنترويد ايش قد مقداره رحت أحسب هاي الأذرع مثل ما هسه اتفقنا. شلون هسه هذا لما اتفقنا 100 زائد 14.3 وهكذا. هسه ورا ما حسبنا البي طبعا جدا مهم وياها تحسبون الثيتا مباشرة، مو تروحون بعدين تحسبون الثيتا، يفضل في نفس اللحظة. أنا من عرفت الال وعند المركبات ثيتا مباشرة أروح أحسبها، يصير عندي ال1 ثيتا 1 L2 ثيتا 2 وهكذا. كجيومتري الآن أنا عرفته من ناحية شنو وجدت الأبعاد R1 يعني L1 L2 L3 L4 وش وجدت أيضا الزوايا، هاي جدا مهم لي قدام أوجدها. ليش؟ حتى من أحلل القوى تفيدني، من أحلل القوى قلت لكم أنا بابا عندي نوعين من القوى، البي ستاتيك اللي هو الصور المدى يجوز حلها، هاي بيستعد كأجد هاي بالوجه اللي هي اتجاه القوة وأنا قسمها على عدد البراغي. أنا بالمسألة كان كم برغي عندي؟ 7 براغي، فالبي يشير اللي هو مقدار القوة على 7 يطلع لي 7 كيلو نيوتن على كل برغي. وين اتجاهها؟ اتجاه القوة المسلطة اللي جوه.
إذن هسه على كل برغي أنا عندي 7 كيلو نيوتن هاي اللي جوا اللي هي هذا شو هاي اللي جوا بعد ذلك نبدأ بتطبيق القانون العام اللي قلت لكم هاي جدا مهم أنا عندي معادلتين هذه المعادلة جدا مهمة اللي هي الـ P في الـ E F1 على L1 هذا الـ L1 تربيع L2 تربيع L3 تربيع L4 تربيع 5 تربيع على قد عدد البراغي الـ L المفروض أن نحسبتهم وقلت لكم المتناظر هو نفسه يعني 1 و2 مثلا يجوز نفسه شوفوا وين رقم من 1 و2 لا 1 و3 هو نفسه 7 و4 هو نفسه 6 وخمسة هو نفسه أجيب القيم مالت معوضهم قدرت أعرف أنه الـ F1 مقدارها 24 وانت 44 زين الـ F1 إيش قد الزاوية مالتها ثيتا 1 أنا اللي قلت لكم لي قدام أروح أحسب هاي الزوايا ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 لي قدام أروح أحسبهم شون هاي الزوايا ورا ما حسبت الـ F1 إذا تتذكرون قلت لكم هاي الفورمولا جدا مهمة F1 على L1 تساوي F2 على L2 وتساوي F3 على L3 وتساوي F4 على L4 وهكذا أنا F1 وجدتها وعندي L3 هاي كلها متوفرة إذا هسا أي قوة ثانية إذا أقدر أحصلها الثانية الثالثة الرابعة بس مجرد أساويها فعوضناها بهذا القانون قلت الـ F2 تساوي F1 في L2 على L1 وجدتها وجدت القوة الموجودة بثلاثة اللي هي F1 هي 3 على L1 F4 أيضا إذن الآن الـ P static أو الـ P shear رح نسميها العمودية وجدتها قسمت القوة المسلطة على عددهم والقوة الجاية من العزم وجدتها من هالفورميلا هذا هاي اللي F1 اللي أكبر وحدة وبعدين بديت أجد الـ F2 والـ F3 يعني قوة العزوم على كل برغة أيضا حسبتهم وعندي الزوايا مالتهم الزوايا مالتهم سهلة لو صعبة تطلع سهلة ما بيش يعني إيش سهلة ولا ليش أنا حسبت هذا الـ L هذا البعد منه جاء عند السي إذن هاي ثيتا مباشرة نقدر تعرفها هذا إلى أيضا حتى هذا ثيتا فور قدامكم سهل وصعبة أنا هذا الـ L عرفت أشقد وعنده منه اللي جاي عندي هاي 14.3 طلعت وهذا السي أيضا موجود هنا عندي فسهلة يعني بقى مضيق مشكلة أقدر يعني بالكوساين إنفرس أقدر أطلع إذا كان عند الـ L4 والC موجودة هي أو أقدر بالساين إنفرس اللي أنا عند هذا المقابل 14 وعند C بالتان عندي المقابل والمجاور كيفكم يعني زين هسه هاي القوة مثلا يعني لو أنا عندي هاي الزاوية منها اللي جاي 45 أو ما نحسبها 45 خلينا نقول 60 هاي القوة اللي حسبتها القوة F3 إيش قد الزاوية مالتها هي عمودية على هذا الذراع هذا الشرف مالتها إذن هم مائلة 60 لكن إذا هذا مائل عن الأفق 60 فهي مائلة عن الشمال 60 المستقيمات المتعامدة زواياهم متخالفة هيك دائما نقول عليها يعني إذا أنا عد هذا مائل بستين العمود علي مو مائل عن الأفق بما أنه هذا مائل عن الأفق العمود علي مائل عن الشاقول بستين فأنا هو هذا عند الـ L وهذا عند الـ F إذن البيش هسه موجودة عندي والاف والاتجاهات مالتهم ايضا موجود
تحس قوة إيفري تتحلل تصير مركبة بهذا الاتجاه ومركبة بهذا الاتجاه. شون أضربها في كوساين الزاوية تصير لي جوا فتنجمع تصير إف واي بيشير زائد إف ساين ثيتا والإف إكس يساوي لي الإف كوساين ثيتا العفو هاي كوساين والاف توتال شو تساوي لي اف واي تربيع زائد اف اكس او قانون الكوساين له هو انا بالمسائل كلها دي حل قانون الكوساين تشوفون هاي دي حل قانون الكوساين يعني هسه آلية الحل اول ما نجد السنترويد بعدين نجد الابعاد ال1 ال2 ال3 بعد كل برغي عن السنترويد وبنفس الوقت تجد الزوايا هذا الـ L جد يميل عن الأفق جد يميل عن الأفق كل الزوايا مال كل الأذرع بعد ذلك أجي أحسب الـ P شير هذه اللي يقول هي تساوي القوة المسلطة على عدد البراغي بعد ذلك أجي أحسب الـ F الـ F من هذا القانون مال العزم F1 ورا ما حسبتها أستخدم هذه الفورمولا حتى أحسب بقية القوى من نسبة التحويل السنة أو من تشابه المثلثات ناتجة الآن ورا ما وفرت الـ F F1, 2, 3, 4, 5 وهكذا ووفرت الـ S هذا الـ P شير لكل برغي وعندي الزاوية اللي تميل بها هذه الـ F F1 و 2 و 3 عندي لأن أنا حسبتها المفروض وهي حساب الـ L هاي الزوايا أروح أقدر أطبق عليهم مبدأ كوسايلو هذا مباشرة أو أقدر أحلل كل قوة F بالX وبالY واجمع حوالي البي شير وهكذا بالتالي أقدر أحسب الريزبان فورس اللي موجودة وين؟ موجودة على كل ربط قد يكون الموضوع بالنسبة لكم بس هو ما يعني لابد من ذلك يعني هو هاي طريقة الحل حسنا نجي على المثال اللي بعده لو تشوفوا هذا المثال أسهل من المثال اللي قبله شو السبب أسهل؟ ما يراد أحسب له السنترويد و يعني مباشرة السنترويد هو نفسه المركز الهندسي هذا اللي هذا ما عليه F B بس P S لأنه صاير بال يعني من أمر علي عزم ما إلى ذراع إذا أحسب ال P S أقسمه على عددهم اللي هو 9 براغي استخدم هاي الفورمولا الـ PE في كذا قدرت أعرف الـ F قد مقدارها حسبت الـ F قد مقدارها ومن نسبة تحويل L1 على L2 وهكذا أرجو أن تراجعوها بابا هاي الأمثلة شوفوا الفصل مال الريفيت هو دي مواضيع أساسية واحد تصميم للبويل يعني ابتداء عن شلون اجد الافشنسي بير بيتش وشلون احل الفورس هذا اول جزء والجزء العفو موضوعين جزئين الجزء الثاني شلون اقدر احسب الديزاين للربط بحد ذاته اللي هو موضوعنا كان اليوم والديزاين شو يضمن يضمن البويلرات والستركتشر احنا اخذنا الستركتشر البويلر مو شغلكم واليوم اخذنا الموضوع الثاني تركناه الموضوع الثالث اخذناه وايضا شلون اقدر احسب الفورسز اذا كانت اكسنتريك اللي هو هذا الجزء الاخير من الفصل بس مسائل الجزء الثاني تتركوها مع البويلر وكل الفصل احنا اخذناه محاضرتنا الاسبوع المقبل راح احل فد مثالين ايضا تكمله انتم كلكم تحلوها تقروها المحاضره المقبله اكمل مثالين او ثلاثه احل من نفس الفصل وننتقل لموضوع الولدنج يعني الجزء يعني النوع الثاني من الوصلات الدائمه احنا الوصلات الدائمه احنا هسه هذا الموضوع بالوصلات شلون اوصل القطع لو بالبراغي لو بالربط لو بالولدنج اخذنا الربط ممكن ان شاء الله اسبوع المقبل ناخذ الولدنج اكو احد عنده سؤال
إذا ما حد عنده سؤال بس أخذ حضوركم. شكرا جزيلا. الذي غادر يقدر يغادر، واللي عنده سؤال يقدر يوقف.